السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال سنة تانية. أنا بحبكم جدا، والنهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض منهج Connect Plus 2، وهناخد حاجات مهمة جدا 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 وشيقة جدا. هنتكلم على الطقس الويذر، والطقس ممكن يبقى إيه. طبعا الطقس أنت عارف بيكون حاجات مختلفة، صح؟ في الحر والبرد والمطر والحاجات دي كلها، فهنتكلم على الكلام ده بالإنجليزي. كمان هنقول إن مثلا كل مدينة طقسها إيه، يعني مثلا الطقس في بورسعيد هيكون ايه، في اسكندرية هيكون ايه، في القاهرة هيكون ايه، في المدن المختلفة. فعايزين نتكلم عن الطقس، درجة الحرارة عاملة ازاي، والطقس عامل ازاي، والمدن المختلفة الطقس فيها ايه. فركز معايا في فيديو النهاردة، كبر الصورة وعلى الجودة لو دي اول مرة تشوفني. فانا مشرفني جدا انك تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات على الكل علشان يوصلك اشعار بكل جديد انا بقدمه ليك. هنشرح مع بعض النهاردة يونت 7 lessons 6 and 7 من كتاب الباهر. يلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. تعالى نبدأ مع بعض بالكلمات. الكلمات دي مهمة جدا، والبطل الجميل اللي هو انت المركز معايا كده هيحفظها ان شاء الله بكل سهولة. يلا يا بطل. بص، مشمس، الشمس طالعة وجميلة، فده اسمها sunny 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 sunny. خلاص، مشمس sunny، مشمس sunny. طيب، ممطر، rainy 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 rainy. يعني في rain بقى، مطر وكده، فالجو ده والطقس ده نقول عليه rainy 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 it's rainy today. ولو الجو في اسكندرية ممطر وهناك بتمطر كتير قوي، فممكن اقول عادي، يعني ممكن اقول it's rainy in Alexandria. سهل قوي. يبقى احنا قلنا sunny وقلنا rainy. عاصف يعني windy 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 عاصف، اللي هي بقى الجو اللي فيه رياح بقى وهواء كتير، فده نقوله كده بابا ويندي 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 عاصف. It's windy مثلا in بورسعيد، هو الجو ويندي في بورسعيد. طيب، غائم، جو مغيم، cloudy، وده كثير السحب، اسمه كده cloudy 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 cloudy. غائم cloudy، غائم cloudy 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 cloudy. الجفاف، الجفاف ده بص زي الصحراء، مفيش ميه ففي جفاف، خلاص مفيش مطر ومفيش ميه، مكان كده في جفاف. طيب، اسمه ايه بالانجليزي؟ مهمه قوي، اسمه drought drought drought. شايف صورته عامله ازاي؟ ارض جافه ومتشققه، فده اسمه drought 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 drought. جفاف drought drought drought، ما تنساهاش. ضبابي، في ضباب، هتشوف حاجه فاجي فاجي فاجي، الجو ضبابي، عارف انت الشبوره، هو ده فاجي 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 فاجي. طيب، تسلج، اسمها سنوينج، يعني بتمطر تلج، بتنزل تلج. سنوينج 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 سنوينج. رطب، هيوميد 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 هيوميد. رعد وبرق، رعد اللي هو الصوت، صوت العالي ده، والبرق النور اللي بيبقى في السماء ده، فده اسمه thunder thunder اللي هو الرعد، and lightning lightning اللي هو البرق. thunder and lightning 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 thunder and lightning. الرعد والبرق. طيب، الطقس يعني ايه؟ the weather، مهمه قوي قوي قوي. the weather the weather the weather the weather. علشان لما نيجي نسال على الطقس دلوقتي النهارده هقول what is the weather like. طيب، افرض انا بسال على حاله الطقس امبارح، هقول what was the weather like. فدي مهمه قوي يا بابا. تعالى يا بابا نقول كلمات تاني. مشمس sunny sunny، ممطر rainy rainy rainy، عاصف windy windy windy، غائم cloudy cloudy cloudy، جفاف drought drought drought، ضبابي foggy foggy foggy، تسلج snowing snowing snowing، رطب humid humid humid،
رعد وبرق thunder and lightning thunder and lightning thunder الرعد الصوت and lightning والبرق اللي هو الضوء. طيب التمبريتشر درجة الحرارة من 25 ل 40 كده من 25 لغاية 40 لا نقول على الجو hot حر hot 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 hot. طيب نزلنا شوية يعني من 15 ل 25 من 15 ل 25 فالجو يبقى warm دافي warm 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 warm. طيب نزلنا بقى من 15 ل 5 قال لك الجو cool معتدل البرودة بس انا مش عارف ازاي 5 بس هو الكتاب قال لنا كده فماشي cool معتدل البرودة cool cool cool. طيب من 0 ل 5 لا الجو cold برد cold 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 فهنقول تاني hot حر warm دافي cool معتدل البرودة او بارد قليلا cold برد. سيريز مودن زي مين بقى علشان نقول الطقس في المدن عامل ازاي. المدن سيريز زي القاهرة كايرو كايرو عايز تقول حر في القاهرة قول it's hot in كايرو سهلة كايرو 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 القاهرة كايرو القاهرة كايرو. طيب الغردقة هرجدة 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 الغردقة هرجدة هرجدة هرجدة. بورسعيد بورت سعيد بورت سعيد مدينة عسل بحبها قوي بورت سعيد بورت سعيد بورت سعيد بورت سعيد it's rainy in بورت سعيد يعني ممطر في بورسعيد. أسوان أسوان كل المدن بحبها جدا أسوان 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 قول it's hot in أسوان أسوان أسوان. طيب قول يا كتاب انت عايز تقول لنا ايه. بيقول لك warm weather احنا سألين warm يعني دافي warm weather الطقس الدافي is good for farming ده طقس جيد للزراعة لا منه حر اوكي ولا منه برد لا هو الطقس الدافي ده طقس الزراعة. warm weather is good for farming good for farming جيد للزراعة. we need احنا محتاجين sun شمس and rain ومطر. ليه محتاجينهم to grow plants علشان نزرع النباتات. we need sun and water to grow plants we need sun and water to grow plants علشان نزرع النبات عايزين شمس ومية ده حاجة أساسية حاجة معروفة ده كلنا عارفين كلام ده we need sun and water to grow plants. طيب when there is no water لما يبقى مفيش مية and the weather is too hot مفيش مية والطقس حر قوي 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 ومفيش مية وهنا بقى we can't grow plants لا نستطيع أن نزرع النباتات we can't grow plants. طيب في دلتا النيل فاكر لما قلنا دلتا النيل أرض كويسة جدا للزراعة in the Nile Delta في دلتا النيل بقى it's partly sunny يعني مشمسة جزئيا and partly rainy وممطرة جزئيا يعني مش كلها مشمسة ومش كلها ممطرة اوكي اوكي partly sunny and partly rainy we can grow different kinds of crops we can grow ممكن نزرع هدي بقى نزرع بقى different kinds of crops انواع مختلفة من المحاصيل. بقول لك ايه يلا اقرا لك القطعة دي تاني warm weather is good for farming we need sun and rain to grow plants when there is no water and the weather is too hot we can't grow plants in the Nile Delta it's partly sunny and partly rainy we can grow different kinds of crops. اوكي عندنا جمل جميلة قوي عايزك بقى تدرس الجمل دي معايا جدا وتركز فيها جدا. it's cold لما يبقى الجو برد قول it's cold and cloudy ومغيم فين هيبقى برد ومغيم in Alexandria في اسكندرية it's cold and cloudy in Alexandria today النهاردة it's cold and cloudy in Alexandria today but it isn't بس مش it isn't windy بس مش windy مش عاصف ما فيش هوا but it isn't windy يبقى it's cold and cloudy in Alexandria today but it isn't windy. طيب in Cairo في القاهرة
It's warm, دافي and rainy today. وممطرة النهاردة. احنا بنتكلم كده على الطقس في السادس في المدن. In Cairo, في القاهرة, it's warm and rainy today. And it's very humid. ورطب جدا. الجو رطب جدا. طيب. There was. خلي بالك was the ماضي. There was يعني كان يوجد thunder and lightning. رعد وبرق. In Alexandria. في اسكندرية. This morning. هذا الصباح. There was thunder and lightning. كان في رعد وبرق. In Alexandria. في اسكندرية. This morning. هذا الصباح. طيب بورسعيد. لا في فيضان بقى. في مية كتير جدا. الفيضان اسمه flood 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 flood. فهنقول there is flood. يوجد فيضان in Port Said today. في بورسعيد النهاردة. There is water. وفي مية in all parts of the city. في كل أنحاء المدينة. في كل حتة في المدينة. هنقولها تاني. There is flood. يوجد فيضان in Port Said today. في بورسعيد النهاردة. There is water. وفي مية in all parts of the city. في كل أنحاء المدينة. Okay. طيب في قريتي الجو عامل إيه؟ It's a very hot and sunny day. إنه يوم حر جدا ومشمس. It's a very hot and sunny day today. There is a drought. وبقى في جفاف in my village. في قريتي. Okay, there is a drought in my village. There is a drought in my village. طيب في سينا لا foggy ضبابي. Okay, it is very foggy in Sinai. It's very foggy in Sinai. يعني ضبابي جدا في سينا. And it is snowing. وبتثلج. At the top of the mountain range. عارف mountain range السلسلة الجبلية. At the top على قمة السلسلة الجبلية. It is snowing مثلجة at the top of the mountain range. بص يا حبيبي لما تيجي تسأل على حالة الطقس فأنت بتقول what is the weather like. بتقول الجملة دي كده what is the weather like. خلاص تقول ايه what is the weather like. what is انا بتك قوي على كلمة is لأن is للمضارع. what is the weather like. طيب افرض انا عاوز اسال على حاله الطقس في القاهره هقول what is the weather like in Cairo. طيب افرض انا عاوز اسال على حاله الطقس في بورسعيد what is the weather like in Bursaid or what's the weather like in Bursaid. حاله الطقس في القاهره what's the weather like in Cairo. حاله الطقس في اسكندريه what's the weather like in Alexandria. طيب نرد ونقول it's وحاله الطقس it's وحاله الطقس it's hot أو تكبرها شوية. It's very hot. حر جدا in أسوان. It's very cold in Alexandria. وهكذا. It's وحالة الطقس. افرض بقى أنا بسأل على حالة الطقس امبارح. هقول what was. What was the weather like. هقول كده. What was the weather like. مش is. انسى is. انت بتتكلم في ماضي. انسى is. انت بتتكلم في ماضي. What was. What was the weather like. 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 ماضي الطقس امبارح الطقس في الماضي الاسبوع اللي فات الشهر اللي فات. What was the weather like. خلاص. What was the weather like yesterday. What was the weather like yesterday. تاني. What was the weather like yesterday. تاني. What was the weather like yesterday. تاني. What was the weather like yesterday. حبيبي لما تيجي تسأل على حالة الطقس في الماضي قول what was the weather like yesterday. هقول لك اخر مرة what was the weather like yesterday. افرض انت عاوز تجاوب افرض انت عاوز تقول ان الجو امبارح كان برد تقول it is لا تقول it was cold it was cold it was cold yesterday كان برد امبارح. طب ليه يا مستر ما اقولش it is. حبيب قلبي is دلوقتي is يكون لكن انا عاوز كان 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 يعني was. It was cold yesterday. Okay. تاني. لما اجي اسأل على حالة الطقس النهاردة هقول what is the weather like today. لما اجي اسأل على حالة الطقس امبارح هقول what was the weather like yesterday. لما تيجي تجاوب بتقول it is hot today. لما تيجي تجاوب الماضي تقول it was hot yesterday. ماشي بقولك بعد كده when the weather is about 30 degrees لما
الطقس يكون حوالي كده 40 درجه it's hot، قول عليه hot، حر. When the weather is about 25 degrees، لما الطقس يبقى 25 درجة it's warm، دافي. When the weather is about 15 degrees، لما الطقس يكون حوالي 15 درجة it's cool، يعني معتدل البرودة. When the weather is about 5 degrees it's cold، برد. وقال لك بص في كلمات برضو بتساعدك شوية لما تيجي تتكلم عن الطقس. كلمة very عشان تقول very hot، حر جدا، very cold، برد جدا، very يعني جدا، very very very. كلمة partly جزئيا، partly 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 partly. وكلمة a little قليلا، a little a little a little a little a little. وكلمة there is no، لا يوجد، there is no water، لا يوجد ماء، there is no there is no there is no. حطها لي في جمل، يلا يا عم نحطها في جمل. It's very windy، دي very يعني عاصف جدا. طيب partly، it's partly cloudy يعني مغيم جزئيا. طيب a little، it's a little cold يعني برد قليلا. طيب there is no، مفيش. There is no rain، لا يوجد مطر. There is no rain، ايه ده احنا خلصنا. شكرا، كملنا الفيديو للآخر، بحبك جدا 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 جدا. Thank you for watching، شكرا للمشاهدة، شكرا انك كملت الفيديو للآخر. حبيب قلبي هتوحشني كتير لغاية السيشن الجاي ان شاء الله. قبل ما اقفل عاوز اقول لك حاجة. What is the weather like today، ما هي حالة الطقس النهاردة. What was the weather like yesterday، ما هي حالة الطقس او كانت حالة الطقس عاملة ايه امبارح في الماضي، والwas. وسلام، goodbye.